صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم اثنين لسنة 2022 بنقل وتعيين مدراء في وزارة شؤون الشباب والرياضة جاء فيه المادة الأولى تنقل السيدة صفاء محمد باقر التاجر مدير إدارة تنظيم النقل البري بوزارة المصالات والاتصالات لتكون مديرا لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون الشباب والرياضة المادة الثانية تنقل الشيخة نوره بنت عيسى بن, بن عبد الله الخليفه مدير إدارة المشاريع بوزارة شؤون الشباب والرياضة لتكون مديرا لإدارة الاستثمارات بذات الوزارة. المادة الثالثة تعين السيدة ناني محمد يوسف بطي مديرا لإدارة نظم المعلومات بوزارة شؤون الشباب والرياضة.